هل المنطقة، منطقة بدر اللي هيسكن فيها كاملة الخدمات؟ هنا أقصد إيه؟ لو هو خلاص عايز ينقل وياخد أسرته، ولاده في مدارس، هل في مستشفيات؟ هل في محلات أكل وشرب؟ احكي لي، هل ده متوفر؟ مدام عزة، احنا بنتكلم عن مدينة قائمة بالفعل، مش مدينة اتعملت عشان العاصمة الإدارية. أنا مدينة فاهمة بدر يا فندم، بس من أنا عايزة أكثر برضو المشاهد يبقى عارف كل حاجة هناك. اتفضل. بذكر بس المشاهد ان أي مدينة بدر من اقدم المدن الجديدة اللي مم. تم انشائها، نعم فبالتالي فهي مزودة بكل الخدمات اللي المواطنين بيحتاجوها، سواء من ناحية المدارس، سواء من ناحية المستشفيات، كل الخدمات اللي ممكن تصور وجودها في مدينة من المدن الجديدة زيها موجودة زي أي مدينة موجودة، زيها بالضبط كده، زيها زي أي مدينة. مرور، عايز مستشفى، كل شيء تمام موجود في تمام مدينة بدر. يعني هو ممكن التخوف يعني اللي حضرتك ذكرتيه يكون موجود لو المدينة بدر دي تم إنشائها بالتوازي مع العاصمة الإدارية، فبنتكلم نعم على ده حاجة مهم لسه. قوي نقوله. نعم نعم لكن لا، والأسواق والسوبر ماركت والخروج، حياة كاملة موجودة حياة كاملة كاملة. موجودة كاملة، لأن احنا بنتكلم عن مدينة مش حديثة، يعني لا، نعم دي مدينة موجودة وقائمة منذ يعني سنوات بعيدة، صحيح مدينة بدر. هو كل الإضافة هو إن المجمع السكني أو المنطقة اللي هي فيها إسكان الموظفين هي امتداد لهذه المدينه اللي موجوده بالفعل، وبالتالي فالموظف اللي هيسكن في هذه المنطقه اللي هي منطقه اسكان الموظفين في مدينه بدر، نعم يعني يفصلوا دقائق معدوده عن الاماكن المختلفه، سواء المدارس، سواء الاسواق، سواء المحل، وحدائق وكل اللي هو نفسه فيه موجود. كل اللي موجود بالضبط، كل ما يتصور وجوده في مدينه جديده. طيب هرجع لحضرتك للموظف المنتقل عن طريق المواصلات اللي هيحب يعيش في مكانه، في أي مكان، في القاهرة، في الجيزة، في القاهرة الكبرى، لكنه هيروح عن طريق المواصلات. المواصلات متوفرة، وسائل النقل. وسائل النقل زي ما قلت لحضرتك هيكون في ثلاث انواع من وسائل النقل هتربط العاصمه الاداريه الجديده بالقاهره، نعم اللي هي لوريل، القطار الكهربائي، وشبكه الاتوبيسات التي ستديرها وزاره النقل او تنسقها وزاره النقل مع الشركات اللي هي هتدير منظومه النقل الجماعي. فالموظف طبعا حاليا لا يوجد المونوريل اللي ومشروع طبعا حديث وعصري للغايه، لكن جاري العمل على انشائه. كان اعتقد السيد الفريق كامل الوزير بيتكلم عن تشغيل تجريبي في صحيح اكتوبر القادم صحيح للمونوريل. فالى ان يعني يتم الانتهاء من المونوريل بشكل كامل، لدينا القطار الكهربائي، نعم القطار الكهربائي الخفيف الموجود اللي بيربط العاصمة بالقاهرة، ولدينا أيضا شبكة الأتوبيسات الحافلات اللي هي هتبقى موجودة في أماكن تجمعات في القاهرة. يعني تمام. هيتم تحديدها، أعتقد كان في مؤتمر صحفي مهم جدا عقده فريق كامل الوزير منذ الأسبوع الماضي، شرح فيه كل التفاصيل الخاصة بأماكن وجود هذه الأتوبيسات، توقيتات تجمع الموظفين اللي هم هينتقلوا كل يوم للعاصمة الإدارية، وتوقيتات أيضا اللي هيتم إن هو يرجعهم من العاصمة الإدارية إلى القاهرة. كل ذلك موجود على الموقع، موقع وزارة النقل. وزارة النقل، وموجود كمان اللي عايز يعمل اشتراك هيدفع كام، بالظبط والأسعار، كل ده موجود يا أذكرك فندم. إن كان ذكرت نقطة الاشتراكات، لأن دي طبعا خدمة مميزة ومدعمة تقدمها الدولة للموظفين اللي هم هينتقلوا كل يوم، أو اللي هو يتطلب عملهم التواجد بشكل يومي، هيستطيع إن هو يحصل على اشتراك شهري، والاشتراك طبعا هيوفر له وفقا للي شرحه السيد وزير النقل ما يقرب يعني من 50% من القيمه الفعليه صحيح. لو كان هيشتري تذكره كل يوم. فدي برضو من المميزات الكبيره اللي بتوفرها الدوله كوسيله انتقال او للتسهيل من او للتخفيف من عبء يعني تكلفه وسائل الانتقال بالنسبه للموظفين. فكل هذا متاح ان شاء الله في الفتره متاح، ووسائل جذب وتحفيز في غايه الاهميه. صحيح. في حاجة تانية حضرتك تحب تضيفها بخصوص اجتماع اليوم؟ لا طبعا، هو اجتماع اليوم الشق الخارجي كان في استعراض من سيد رئيس الوزراء لنتائج الزيارة المهمة اللي أجراها لدولة قطر الشقيقة. طبعا ده اللي أنا عايزة بقى نتكلم فيه، لأنه كان استقبال الحقيقة هايل وراقي جدا
من الدوحة لمعالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي.